حاليا في شارع صلاح الدين امامنا بالضبط هناك في باب الساهره، ورح ندخل حاليا على مقبره المجاهدين. مقبره المجاهدين رح نتعرف فيها على شخصيه العم رجائي صندوقه اللي بضرب المدفع برمضان، مدفع الافطار. السلام عليكم عم رجائي. تحياتي. يعطيك العافيه، كيف صحتك؟ طمنا عنك، شو اخبارك؟ رضا الله يرضى عليك. تفضل. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طمنا عنك عمي، شو اخبارك؟ اخباري الحمد لله تمام. كيف صحتك؟ نشكر الله، هينا عايشين. كيف شايف وضع هالبلد؟ الله يكون بالعون. كيف شايف يعني رمضان بعد الكورونا؟ يعني بتهيالي انا حاسس انه في اجواء مختلفه عن السنه الماضيه، يعني في ناس حاسين برمضان اكثر، وفي توافد بين الناس اللي بتجي على الاقصى وعلى القدس. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، انتم السابقون ونحن لكم ان شاء الله. الله اجرهم واغفر لنا ورهم، اللهم امين. فلا، السنه فيها يعني اختلاف عن السنه الماضيه، بحسها رجعت بلشت ترجع للعهد القديم، للصلوات القديمه كيف كانت. ان شاء الله انا بضل على خير وسلامه بتعدي ان شاء الله يا رب. عم نحكي لنا بس احنا وين موجودين حاليا؟ احنا موجودين في مكان حلو مش حلو، يعني هو هدوء، حلو في الهدوء والسكون والوحدة هيك، بس هو مقبرة، مقبرة المجاهدين في القدس في شارع صلاح الدين اللي تواجد فيها مدفع رمضان اللي احنا. كم عمر هذا المدفع؟ هذا المدفع كمدفع يعني ولا كحدث؟ كمدفع ولا كحدث؟ هذا كمدفع مش اقل من 60 سنة من العهد الأردني، لأنه قبله كان مدفع تركي اللي أول مدفع في العهد الأردني تم استبداله وحطوه في المتحف الإسلامي في المسجد الأقصى. نعم. إذا بتروح على المسجد الأقصى هناك بتشوفه موجود في المتحف. صحيح. وأعطونا هذا المدفع. له عمر طويل، له شيء 60 سنة عمره. ومتى بلشت حادثة المدفع؟ تعبني كثير. تعبتك؟ تعبني هو المدفع. هو تعبك ليش؟ لمرات كثيرة بحس بقول له خلص يا اخي بكفي، حل عني بكفيك، حل عني بكفي يعني. تعبني يا زلمة. بتعرف شو احنا قديش بقعد لابد قبل رمضان؟ بقعد شي شهرين وانا اطارد من مؤسسة لمؤسسة لدائرة حكومية مشان احصل على التصريح مشان نطلع على المدفع. وبياخذ تصريح عشان ينضرب المدفع؟ ايه بده تصريح؟ بده تصريح، بده 7 تصريح 8 تصريح مشان انا احصل. احكي لنا شو الصعوبة اللي بتواجهها حتى تضرب المدفع؟ هي التصريح أكثر شيء، يعني أكثر إنك تحصل تصريح كل مرة، في عندهم شيء جديد كل مرة بيطلعوا لنا بقانون جديد، وحجة إنه هذا هيك القانون، هيك القانون. طيب شو؟ يعني مرة إنه أوكي أنت لازم تاخذ دورة. شو آخذ دورة؟ يعني صار لي 30 سنة بدي مدفع هلا أدخل دورة؟ يعني إنه لازم يكون معك رخصة رسمية عشان تقدر تستخدم المدفع، انه لازم يكون عندك تأمين، لازم تجيب تصريح من خبير المتفجرات، لازم تجيب تصريح من اللي بيقولوا له حبل المشترى، لازم هلا مؤخرا طلعوا لي بتصريح انه انت عم تعمل ازعاج، لازم يكون معك تصريح انه انت مسموح لك تعمل ازعاج. يعني ومو بالرغم من القاكي بروح بضلني بطارد وبجي بدي اضلني. طيب ايش اللي بيجبره؟ إيه؟ او ايش اللي بخليك تكمل بشيء زي هيك؟ يا اخي بعرفش، مع انه تعبني بس بحبه. بحبه، بحب نفسي، بحب بلدي، بحب اهلي، وخصوصا بظل الظروف اللي عم بتمر فيها المدينه يعني. فهذا هو تراث. من مين اخذت هذا التراث؟ اخذته من والدي، من اخواني، والدي وطبعا من جدي من قبل اللي هو حاج امين، كان والدي رحمه الحاج يحيى من صندوق، والثاني اول ما اطلق المدفع في رمضان في مدينه القدس جدي حاج امين العهد التركي في قبل تقريبا ما يزيد عن 120 سنه. 120 سنه، هذا انت هي الشغله ماخذها عن الوالد، والوالد ماخذها عن الوالد، عن والده. وطبعا اخواني كانوا، كنا احنا بالزمان كنت انا واخواني نتوارث هاي الشغله ونتناوب عليها، يعني مره انا مره اخوي الثاني مره اخوي، نحن ما شاء الله 10 اخوه كنا ما شاء الله، صلاة النبي. فكنا يعني ما عندناش مشكله يعني. هذا المدفع مين بيسمع صوته؟ كل اهل القدس، كل اهل القدس وضواحيها بيسمعوه من الطور، من راس عمود، من أوديس بيسمعوه، من أوديس، من تل الفرنسيه، من شافات اذا بتتصمت وبتسمعه.
اهل اللص كثير من اهل اللص بيفطروش الا لمس مع النطه. صاروا متعودين. مش صاروا متعودين، اوريدي خلقوا وربيوا على انه بحياتهم كلها انه في شيء اسمه مطبخ برمضان. انا بفطرش الا لما اسمع طعام رمضان. بفطروش. غير عن هيك برضه حتى بعد المآذن حتى بعد المآذن بتقدمش الا تسمع، لانه عارفين انه مطبخ رمضان دقيق. على الليبرة. على الليبرة ولازم ينظر مدفع رمضان يعني. من زمان نعم كنا لما نستخدم هاي كنا نستخدم مادة البارود. نحط مادة البارود هون، طبعا المدفع ما كان هون، كان مدفع لفوق شوي. اللي مطل على مباشر على مقابل مغرس سليمان. مغرس سليمان نعم. على سور القدس. وكنا نستخدم مادة البارود، فبال 87 بالانتفاضة منعوا تصنيع مادة البارود. وبالتالي وقف المدفع، فيش مدفع، وكان ينضر بالمدفع في نابلس وبالخليل وبيت لحم. هلا في مدفع غير عندنا بالوقت؟ كان كان هلا حاليا 87 طبعا لما منعوا اطلاق المدافع انا تعبت بدي اقعد يا اخي. ارتاح يا زلمه ارتاح وما بدك. اخاف يطلع لي شيء بعدين. تريح هون اريح لك؟ لا تعال نقعد هون على الطوبه. عند ابنك عند ابنك. شايف كيف؟ ف فمنعونا من استخدام من تصنيع مادة البارود، مش احنا كنا صنعوا، كان عربي صنعوا محليا صنعوا. بالتالي وقف كل مدافع في المدينة. وانا اصريت لا بدي اضرب المدفع. بدي اضرب المدفع بالمدينة. كيف بدك تضربه؟ بدي اضربه غصب عنه. فيش مريض، فيش مريض. بدي اضرب المدفع. بدي اضرب المدفع، فيش ما سكتش. رحت لكل الدوائر والمؤسسات اللي المفروض تساعدني، للاسف ما حدا ساعدني. بدون ذكر اسماء، واحد منهم بيقول لي يا زلمه البلاد راحت وانت بتمسك بالمدفع، طنش. نرفزني تقول لي البلاد راحت من اشكالك. البلد راحت من اشكالك؟ يعني استهتروا شغلات مهما كانت صغيره وكذا، لا انا بدي اضل، وهذا اعطاني اصرار اكثر انه لا بدي اضرب المدفع. هاي القنبله كيفك؟ هاي القنبله هاي القنبله هذه المدفع. هذه المدفع يعني حاليا. اللي تعرف صوته كمان قوي جدا يعني مش رخيص، صوته قوي واقوى من ما كنا نستخدم المدفع لنفسه. يعني كنا اول مدفع لما نستخدم ويطلع الصوت قديش كنت تحشره بيعمل صوت وبدل صوت يضلوا ارض بالارض. اليوم لا هي بتطلع لارتفاع شي 15 20 متر واعلى بالسماء وبتفع، فهي كمان مساحه للصوت بتكون انتشارها اوسع. ضايل معنا 6 دقائق بالضبط. معنا 6 دقائق بالضبط. وبنقول له زغرتي في سماء القدس. يلا نستنى. الناس كلها قاعدين على بيستنوا. هلا انت بتنزل على القدس او بتطلع بتلاقي معظم العالم يا اما واقف على الشبابيك. ايوه مستنى. كل على الشبابيك او على الاسطح. هو اظن بيطلع دخنه صغيره له او شيء. دخنه بسيطه بس من الصوت يعني. مش الدخنه. الكل واقف بيستنى يلا. وكثير بيتصلوا في يلا يا عمي مشان الله خلص قدم لنا يا دي هديتين المره هاي. امبارح بقولوا لي الله يقال شكل على الدير قلت له هذا بروح بدير بس بتفطر لا قلت له خلص. فطبعا من باب المداعبه والمزح حد اللي حابب يجرب انه هو يكبس بس ما تعطيش الا لما اقول لك ما تكبسش الا لما اقول لك خلي ايدك بعيده اصبعك قصدي بعيد حابب يجرب التجربة والله هي رح يكون انه لا انه طبعا اذا بدك تلحق القنبلة انت اذا بدك اذا ما عندك تشوفها تلحقها فوق تلحق الحق الكاميرا معها هيك فوق وانا تحاول تاخذها من هون تطلع معها طلوع لفوق القنبلة شرط تضبط معنا وتشوف المدفع عن جد هلا كيف شوف ال هاي قدر فوق صح المفروض نعطيه ثانيتين ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم قول الله الحق فوق 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 ما حيتهاش شو تسوي هذا على فكرة أنا دراي صار بدي سماعات من المدفع؟ أنا مش بسمع كويس هذيك اليوم كنت الدكتور كتبوا لي سماعات للأذانين لأنه ما عطش لأنه صوته قطع الشعيرات هاي اللي يا بيي هيك بنكون شفنا مدفع رمضان وكل عام وانت بألف خير يا رب وان شاء الله بيوم من الايام تسمعوا المدفع وانتم موجودين في القدس الله يتقبل منك والله يبارك فيك نراك ان شاء الله على خير عليكم. ان شاء الله ان شاء الله نراكم في حلقة قادمة والسلام عليكم
كل عام وانتم بخير. انت بألف خير يا رب.